تعالوا نروح لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليكي والمزيد من الدروع والكؤوس ان شاء الله وراكي في حائط البطولات الايام اللي جايه باذن الله. يا هنا اتفضلي. يا صباح النصر والفخر عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. النادي الأهلي بطل إفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. النادي الأهلي بيؤكد أنه زعيم القارة السمراء. رجال النادي الأهلي كالعادة على قدر من المسؤولية، وكالعادة الحقيقة بيثبتوا أن هم رجال المباريات والمهام الصعبة، يعني لرابع بقى مرة على التوالي، وكمان المرة التاسعة هنشارك في كأس العالم للأندية. الحقيقة أنه النادي الأهلي هو الوجهة المشرفة للرياضة والكرة المصرية والعربية، يعني اكيد كلنا فخورين جدا ممتنين ان احنا بننتمي لهذا الكيان العظيم. طبعا ببارك لكم يا كريم يا نهاوند ولكل جماهير النادي الاهلي. وخليني بقى ارصد لكم اجواء اكيد داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه انه في حاله بقى من السعاده والفخر اكيد على جميع الاعضاء، ويمكن كمان في الحقيقه ابتسامه على وجوه جميع الاعضاء، وانا متاكده ان اكيد ده حال جميع الاهلاويه طبعا بعد الانجاز اللي حققناه اكيد امبارح وتتويجنا بالبطوله الافريقيه رقم 11. كمان خليني اقول لكم ان انا كنت متواجدة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس، وطبعا بقيت زملائي كانوا متواجدين في فروع النادي المختلفة، سواء فرع مدينة نصر، فرع الشيخ زايد، أو فرع التجمع الخامس، عشان بقى نغطي أكيد المباراة مع أعضاء النادي الأهلي. لكن أنا هكلمكم أكتر على الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة هي كانت أجواء مميزة جدا. الأعضاء كالعادة كانوا متواجدين في النادي منذ ساعات عشان بقى طبعا يتابعوا مباراة النادي الأهلي ونهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، في أجواء أهلاوية خالصة وأجواء أكيد مميزة جدا. كمان بقى خلينا نقول لكم بعض كواليس مع الأعضاء في المباراة. أكيد الحقيقة أنه طوال 90 دقيقة برغم أن احنا أكيد كلنا كنا على أعصابنا، كانت مباراة صعبة، وكمان الوداد كان متقدم بهدف، لكن الحقيقة الأعضاء كانوا واثقين ثقة كاملة في رجال النادي الأهلي أن هم إن شاء الله هيقدروا يحرزوا هدف ويفوزوا بالبطولة. طبعا الحقيقة كان الحقيقه رجال النادي الاهلي على قد الثقه دي وقدروا يحرزوا فعلا هدف ويتوجوا بالبطوله. وطبعا جميع الاعضاء كانوا في حاله سعاده اكيد، وكل جماهير النادي الاهلي. كمان خليني اقول لكم الحقيقه احد الاعضاء قال لي قبل المباراه ان احنا ان شاء الله هنقدر نفوز، اكيد المباراه هتكون صعبه لكن بقى لما هنفوز بيها هتكون اكيد ليها طعم خاص، لانها طبعا من عقر دار الوداد المغربي. والحقيقه ان احنا كلنا اكيد كنا سعداء جدا امبارح، يعني الحقيقه الاحتفالات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره استمرت حتى الساعة 2 أو 3 بالليل، ويمكن كمان النهاردة الصبح الحقيقة الاحتفالات موجودة في كل مكان. بنحتفل طبعا بالنادي الأهلي اللي هو طبعا زي ما أنت قلت يا كريم مصدر فرحنا وفخرنا طوال الوقت، بيحقق مزيد من البطولات ومزيد من الإنجازات. يعني دي كانت أبرز الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كمان طبعا وصلت بعثة الفريق الساعة 10 صباحا، وأنتوا أكيد كنتوا بتغطوا الحدث، وطبعا استقبال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كمان الحقيقة أنه وجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكابتن حسام غالي اكيد عضو مجلس الاداره كرئيس للبعثه، وكل اعضاء مجلس الاداره كان ليه دور كبير جدا مع الفريق عشان بقى يتوجوا بالبطوله ويفرحونا كلنا. يعني ببارك لكم مره ثانيه، وببارك اكيد لكل جماهير النادي الاهلي اللي انا واحده منهم اكيد، وان شاء الله بقى بنطالب خلاص طبعا اللاعبين باحراز مزيد من البطولات، وان هم بقى يبداوا خلاص يركزوا في بطوله الدوري، وهو ده الحقيقه اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي، دايما بنطمع في جميع البطولات. الان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك على التغطيه المتميزه دي كالعاده زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.